أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى وجولة في الصحافة حول العالم، نبدأها بالعناوين. لومون تقول إن عدم التناسق الخطير في العلاقات بين الصين والغرب يتشكل منذ عقدين. نيويورك تايمز تتحدث عن تحديات هائلة أمام محققي جرائم الحرب في أوكرانيا. أحوال التركية تقول إن مؤشرات الثقة تحذر أردوغان من هزيمة ثقيلة في الانتخابات. ألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، مع اتهامات أوروبية ضد بكين بالاصطفاف إلى جانب موسكو. صحيفة لوموند الفرنسية تناولت الموضوع في تقرير تحت عنوان عدم التناسق في العلاقات بين الصين وأوروبا يعود لعقدين، وقالت الصحيفة إنه يتعين معاملة الصين باعتبارها عملاقاً اقتصادياً ومنافساً جيوسياسياً، مشيرة إلى أن التوتر في العلاقات بين العملاق الصيني وأوروبا يعود إلى عقدين. وأوضحت الصحيفة أن صانعي القرار السياسي في أوروبا عمدوا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين كوسيلة لإبعادها عن تخطيط الدولة ودفعها نحو مبادئ اقتصاد السوق، حيث ضغطت جماعات الضغط الأوروبية على الشركات بقوة لكسر الحواجز التجارية في الصين، على أساس أن الصين بفضل تعداد سكانها الكبير تعد سوقاً استهلاكياً مربحاً. وأضافت الصحيفة أن هذه السياسة كانت مضللة، إذ ساعدت على انضمام الصين إلى النظام الاقتصادي العالمي بتكاليف استثمارية جذابة وتعداد سكاني يفوق مليار شخص، مع انخفاض الأجور بأقل من 30% مقارنة بالعمال في البلدان المتقدمة. وخلصت الصحيفة إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين أوروبا والصين لم يساعد في تخفيف رقابة الدولة، إذ ظلت الرقابة المشددة على رأس المال والواردات من قبل الحزب الشيوعي قوية، وأن القوة الاقتصادية المتنامية للصين هي المحرك الرئيسي لانخفاض حصة الاتحاد الأوروبي في التصنيع العالمي. ونتابع الآن لقاء يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الدفاع الروسي. منظومة جافيلين ولاف المضادة للدبابات وكذلك السيارات، ويتم الآن نزع الألغام في مدينة لساتشانسك وتقديم المساعدات الإنسانية وتقديم المساعدات الطبية للمدنيين. القوات الروسية تستمر في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. جيد جدا، شكرا لكم. كما تعلمون فإن قد الجنرال الجيش وقد قدم لي تقريرا حول المهام التي تم تنفيذها حول العملية العسكرية الخاصة، والأركان العسكرية تؤكد بأن كل الوحدات التي شاركت بالعمليات العسكرية والتي أدت إلى النصر في جمهورية لوغانسك عليها أن ترتاح، والتشكيلات العسكرية الأخرى بما في ذلك في اتجاهين الجنوب الشرقي وجنوب الغربي عليها أن تتابع تنفيذ مهامها لتنفيذ الأهداف المعلنة، وآمل بأنه في هذه الاتجاهات سوف يجري كما جرى في جمهورية لوغانسك، أي سنتوصل إلى النصر. وباقتراح منكم يتم تقديم للقائد لابن وكذلك نائبه و تقديم لقب بطل روسيا الاتحادية، واليوم سوف أوقع هذا المرسوم. كذلك لابد من مكافأة.
ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أيمن سمير الباحث في العلاقات الدولية، أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. دكتور أيمن، سأتوقف معك عند تقرير اللوموند الفرنسية الذي تابعناه حول العلاقات بين الصين وأوروبا. بداية، ما المكاسب أو الأهداف الأوروبية لمعاملة الصين أو لاعتبار الصين على أنها تشكل تهديد أو منافس بدل اعتبارها كشريك تجاري؟ أولا أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. في تقدير أن هذا الأمر أو هذا الإحساس الأوروبي بالخطر الاقتصادي وحتى ربما حتى السياسي والعسكري في المستقبل من جانب الصين يعود إلى أبعد من عقدين، يعود إلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالحكومة في الصين عام 1979 في عهد الرئيس جيمي كارتر. منذ ذلك التاريخ بدأت العلاقات التجارية تحديدا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تزيد على حساب العلاقات الأمريكية الأوروبية، وبالتالي كل زيادة في العلاقات الأمريكية الصينية كان يؤخذ وكانت خصما من العلاقات الأمريكية الأوروبية تحديدا فيما يتعلق بالاقتصاد. وصل الأمر لحد في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب أنه فرض أيضا عقوبات على بعض الصناعات الأوروبية، كما فرض رسوم جمركية كبيرة على الصين، وبالتالي نظر الأوروبيون لهذا الأمر باندهاش كبير وكأنهم على نفس المستوى في العلاقة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أنا في تقدير أيضا، لكن الحرب الروسية الأوكرانية يعني كشفت هذا الأمر بشكل كبير للغاية وبشكل جماعي للدول الأوروبية وتحديدا دول الاتحاد الأوروبي، لأن كان هناك بعض الدول بترى أن لها مصالح خاصة مع الصين، مثل إيطاليا مثلا. إيطاليا وقعت في عام 2018 خطة مع الصين أن تكون ضمن محور الحزام والطريق الصيني، وهي خطة البنية التحتية الصينية العملاقة، وهذا الأمر الآن تقف ضده الولايات المتحدة الأمريكية وتقف ضده أوروبا بالكامل. لو شفنا آخر اجتماع لمجموعة السبعة اعتمدوا 600 مليار دولار للبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيا. الهدف الأول من هذه الخطة الغربية للبنية التحتية هي موجهة بشكل كامل نحو الصين، هذا واحد. الأمر الثاني يتعلق أيضا بالتجارة مع الصين. حجم التجارة البينية ما بين الدول الاتحاد الأوروبي 27 والصين وصل في 2021 إلى 850 مليار دولار. يميل الميزان التجاري لصالح الصين بشكل كبير للغاية، بمعنى أن الدول الأوروبية تشعر أنها تدفع للصين أكثر مما تسمح الصين للبضائع الأوروبية والاستثمارات الأوروبية أن تدخل إلى الاقتصاد الصيني. ولكن أضيف دكتور إلى كل ذلك أنهم يشعرون ولكن هل أوروبا قادرة على مواجهة الصين ومنافسة الصين العملاق الصيني يعني منافس تجاري؟ أولا، هناك الآن خطة أوروبية أمريكية مشتركة لمواجهة العملاق الصيني حتى في المجال الاقتصادي. لو رأينا زيارة الرئيس جو بايدن الأخيرة الأسيوية اللي زار فيها كوريا الجنوبية واليابان، تم الاتفاق على أن أهم صناعة بتحتاجها أوروبا بتحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية من الصين هي صناعة أشباه الموصلات. لذلك تم الاتفاق مع كوريا الجنوبية واليابان على عمل استثمارات عملاقة بحيث تحل الصناعات الكورية الجنوبية والصناعات اليابانية محل الصناعة الصينية فيما يتعلق بأشباه الموصلات. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هم ينظروا إلى الصين باعتبارها ورشة كبيرة تصنع المواد يعني غير المتقدمة التي لا يعني غير مربحة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي. الآن بدأوا يقولوا أن هذه الورشة يمكن تفكيكها، بمعنى نقل جزء من هذه الصناعات إلى دول أسيوية أيضا مجاورة للصين، وهذا يحقق هدفين لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. الهدف الأول أنه يمنع الصين أو يحظر على الصين هذه الأموال الضخمة والمليارات الضخمة، لأن الميزان التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من جانب والصين من جانب آخر وصل في 2021 إلى تريليون دولار، وده رقم كبير جدا غالبيته بيميل لصالح الصين. لذلك بدأوا عملوا ما يسمى اتفاقية الإطار الاقتصادي لمنطقة الإندو باسيفيك. هذا الإطار الاقتصادي سوف تشارك فيه 13 دولة تقودهم الولايات المتحدة الأمريكية ومعهم استراليا واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وغالبيته والهند طبعا. وغالبية هذه الدول لها مشاكل، سواء مشاكل اقتصادية أو مشاكل جيو سياسية مع الصين. هذا يحقق هدف آخر أيضا لأوروبا وللولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الأخرى، هم يشعروا أن الصين تقترب من روسيا بشكل كبير للغاية. ولكن أليس هناك من مخاطر
من هذه العداوة. يعني نعلم أيضا أوروبا تعاني اليوم من تأمين الغاز والنفط، هناك أزمة اقتصادية عالمية، هل أوروبا مستعدة اليوم للعب هذا الدور من دون مخاطر؟ بالتأكيد المخاطر في العلاقات الدولية موجودة، لكن هم يشعروا أن المخاطر القادمة من علاقة مع الصين أو تقوية الاقتصاد الصيني على المدى البعيد هو أكبر بكثير جدا من المشاكل المتعلقة حتى بسلاسل الإمداد. لأن أولا لو تتذكر يا حضرتك والسادة المشاهدين أن أوروبا منعت تكنولوجيا الجيل الخامس الصينية من الدخول إلى كل الدول الأوروبية بما فيها إيطاليا والمملكة المتحدة بعد أن اتفقوا مع شركة هواوي الصينية بالفعل، وتم توقيع الاتفاقيات. عادت هذه الدول ونقضت وألغت هذه الاتفاقيات بحجة أن الصين تتجسس على أو تحصل على المعلومات من المواطنين الأوروبيين. ده هذا رقم واحد. الأمر الآخر، هم يشعروا أن الأموال التي تدفع للصين لا تقوي الصين اقتصاديا فقط، هناك قلق غربي وقلق أوروبي من البرنامج النووي للصين. يقولون أن عدد الرؤوس النووية في الصين وصلت إلى حوالي 1000 رأس نووية. الصين في الأسبوع الماضي دشنت حاملة الطائرات الثالثة فوجيان أو 003، هذا أيضا بيشكل مشاكل كبيرة جدا بالنسبة للغرب والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. الأمر الأكثر خطورة أو أكثر اهتماما بالنسبة للأوروبيين ما يسمى بتحالف القيم. هم يقولون أن تحالف القيم فيه 100 دولة تقودهم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والاتحاد الأوروبي ومعهم استراليا ونيوزيلندا بالإضافة لليابان وكوريا الجنوبية والهند. يقول الصين ومعها روسيا لا يشاركوا عالم القيم الغربي أو تحالف القيم الغربي، هذه القيم التي يتحدثون عنها باعتبارها الديمقراطية والشفافية والحفاظ على الملكية الفكرية وغيرها من القيم الغربية، لذلك هناك قلق. الأمر الآخر أن تحول هذا القلق ليس مجرد تعبير عن بيانات أو حتى مقالات تكتب في الصحف، الآن تحول إلى تحالفات حقيقية موجودة على الأرض. ولكن لدينا تحالف الأوكوس الذي تم التوقف. نعم، ولكن عند يعني في ظل جائحة الكورونا وعند إغلاق شنغهاي كان لأوروبا موقف يعني معارض لسياسة صفر كوفيد، وكانت بحاجة للمنتجات الصينية، الصين يعني سوق أساسي ل يعني أوروبا سوق أساسي للمنتجات الصينية. وهنا أسألك من على صعيد آخر، ذكرت أنا من أحد الأسباب كان التقارب الروسي الصيني بحسب ما قلت، ولكن هل الصين أيضا مستعدة اليوم للمجازفة بهذا السوق التجاري الكبير لها من خلال تقاربها مع روسيا؟ بالتأكيد لا، لأن الصين لا طبعا. يعني أولا كانت الصين منذ بداية الحرب حتى الروسية الأوكرانية لديها موقف متوازن، هي تحاول أن تقدم دعما لروسيا لكنها في ذات الوقت لا تستفز الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وأنا تحدثت عن تريليون ونصف تريليون دولار من التجارة البينية، من مصلحة الصين أن تحافظ على هذه الكمية الكبيرة جدا والسوق الكبير في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أيضا في ذات الوقت الصين تدرك أنه هناك تحول في العقلية الغربية والعقلية الأمريكية فيما يتعلق بالصين. بالمناسبة في مقال شهير لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في مجلة الفورم بوليسي في عدد مايو 2010 تحدثت عن سياسة تسمى الاستدارة شرقا، بمعنى أن القدرات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية الغربية بما فيها حتى الأوروبية يجب أن تركز على الصين وجنوب شرق آسيا لأن الخطر يأتي من هناك. هذا كان في 2010، لكن الأخطر كان في 18 ديسمبر 2017 عندما أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب استراتيجية الأمن القومي الأمريكي. هذه الاستراتيجية وصفت الصين وروسيا بأنهما منافستان للولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية، وكلمة منافس في الدبلوماسية بمعناها هي عدو أو مصارع أو يعني طرف يعني على النقيض بالكامل من الطرف الأمريكي والأوروبي. عندما جاء جو بايدن البعض توقع أن هذه السياسة ربما تتغير، لكن فوجئ الجميع في 3 مارس 2021
عندما أعلن البيت الأبيض ما سمي بالدليل المبدئي لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي، تحدثت عن خطر الصين 18 مرة بينما تحدثت عن خطر روسيا 6 مرات فقط. وبالتالي الصين ترى الآن أن أي هزيمة استراتيجية لروسيا في أوكرانيا يعني خروج روسيا من المعادلة الدولية، وبالتالي تتفرد الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بالصين، وبالتالي ليس من مصلحة الصين أن تهزم روسيا في أوكرانيا أو تخرج من المعادلة أو تتلقى هزيمة عسكرية كبيرة. لذلك بتحاول أن تشتري الغاز من روسيا، تحاول أن تزيد التجارة مع روسيا، وتم توقيع اتفاقية الصداقة مع روسيا في يوليو 2021، وتم تجديد هذه الاتفاقية في 4 فبراير الماضي. دكتور أيمن شكرا جزيلا لك، أعتذر مجددا على ضيق الوقت. كنت معنا من القاهرة الدكتور أيمن سمير الباحث في العلاقات الدولية. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. دي فيلد تتحدث عن أن رفض اللاجئين للعنف أصبح الواقع الجديد على حدود أوروبا الخارجية، وتشير إلى تجاهل بروكسل للتقارير المتزايدة حول عمليات صد اللاجئين غير القانونية بسبب تركيزها على الوضع في أوكرانيا. الموندو تكشف أن 43% من الإسبان يغيرون خططهم أو يلغون الإجازات بسبب ارتفاع الأسعار. لوموند تقول إن على إيمانويل ماكرون أن يبعث برسالة واضحة إلى الطبقة السياسية اللبنانية من خلال إجراءات ملموسة، وتشير إلى مطالب فتح تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت بدعم من الرئيس الفرنسي. ناشونال انترست تقول إن الحرب في أوكرانيا كشفت عن حدود تنافس القوى العظمى، وتشير إلى أن الاستراتيجية الجيدة تتطلب أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين في نفس الوقت الذي يتنافسان فيه كمنافسين استراتيجيين. فاينانشال تايمز تقول إن صعود الصين يدفع دول آسيا والمحيط الهادئ لاحتضان الناتو. أطلقت أوكرانيا نظاماً لجمع الأدلة على جرائم حرب تزعم أن روسيا ارتكبتها، وهو ما تنفيه روسيا، إلا أن قضية إثبات جرائم الحرب تواجه الكثير من التحديات. المحققون في جرائم الحرب في أوكرانيا أمام تحديات هائلة. قالت الصحيفة إن واحدة من أهم الصعوبات التي تواجه المحققين فيما يوصف بأنه أكبر جهد في التاريخ لجمع أدلة عن جرائم حرب محتملة تتمثل في أن التحقيقات جارية بالتزامن مع احتدام الحرب في الشرق. أضافت نيويورك تايمز أنه على الرغم من جمع المحققين من داخل وخارج أوكرانيا الأدلة، إلا أن هناك القليل من التنسيق، حيث لا يوجد عدد كاف من الأشخاص للتحقيق في القضايا وتوجيه اتهامات وإصدار الأحكام. أوضحت الصحيفة أن مثل هذه المحاكمات تسير بوتيرة بطيئة جداً، مشيرة إلى أن المحققين العاملين في الحرب الروسية الجورجية عام 2008 لم يتقدموا بطلب للحصول على أوامر اعتقال حتى هذا العام. وأضافت نيويورك تايمز أن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بدأت تحقيقاً في انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا، لكنها لا تستطيع إنشاء محكمة رسمية لأن روسيا لديها حق النقض في مجلس الأمن الدولي. ننتقل إلى الصحف التركية، حيث ترى العديد من الصحف التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية السنة المقبلة سيواجه منافسة شديدة. موقع أحوال تناول الموضوع في تقرير تحت عنوان مؤشرات الثقة تحذر أردوغان من هزيمة ثقيلة في الانتخابات. قال الموقع إن تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتدني قيمة الليرة التركية مع ارتفاع معدلات التضخم ساهمت في ضعف ثقة الأتراك في الحكومة. أضاف الموقع أن الحكومة توقعت نتائج دائمة رغم أن حلولها الاقتصادية مؤقتة، وهو ما لم يحدث ما تسبب في زيادة فقدان الأصوات والثقة التي تراجعت إلى أدنى نقطة منذ سنوات وفقاً لأحدث استطلاعات للرأي.
أوضح الموقع أن نتائج استطلاع يونيو 2022 لمؤشر الثقة الاقتصادية الذي أعلنه معهد الأحصاء التركي كشف عن حدوث انخفاضات حادة للغاية في جميع مؤشرات الثقة. وقال الموقع أن أردوغان قد لا يأخذ انتقادات المعارضة وتحذيراتها على محمل الجد، لكن لا يمكن تجاهل القلق وانعدام الثقة الذي ينعكس في مؤشرات الثقة لمعهد الأحصاء التركي الذي يعتمد عليه ولا يخضع لتعليماته، وهو ما يشير إلى احتمال أن يواجه أردوغان هزيمة ثقيلة في الانتخابات المقبلة. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز عناوينها. الغارديان تكشف خططا لوزارة الداخلية البريطانية للرحلة الثانية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا. إنديبندنت تقول إنه لا توجد نية لدى الحكومة البريطانية لطرح استراتيجية محددة لمكافحة تصاعد الجريمة. ننتقل إلى نيويورك تايمز التي تتساءل لماذا هناك كثير من الاضطرابات في شرق الكونغو، وتشير إلى أن أكثر من 120 جماعة مسلحة تعمل على بث الرعب في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تتهم رواندا المجاورة بدعم بعض الجماعات العنيفة. ذا هيل تبرز تحذيراً من خطر فقدان السيطرة على جدر القروض في الولايات المتحدة، وتشير إلى أن خبراء الصحة حذروا من أن إدارة بايدن كانت بطيئة للغاية في الاستجابة لتفشي المرض، ما يعرض البلاد لخطر فقدان السيطرة عليه. ديفل تتساءل لماذا ينزلق 25% من الألمان إلى فقر الطاقة، وتقول ينفق جزء كبير من سكان ألمانيا أكثر من 10% من دخلهم على الغاز والكهرباء والنفط، وتشير إلى أن التأثير لا يتعلق بأصحاب الدخل المنخفض فقط، بل يمتد إلى الطبقة الوسطى. أشارت دراسات إلى تزايد استخدام الأوروبيين للعملات المشفرة، إذ أن واحدة من كل 10 عائلات أوروبية استثمرت في العملات الرقمية، وإزاء ذلك تسعى السلطات الأوروبية إلى ضبط سوق العملات المشفرة. صحيفة الفاينانشال تايمز تناولت الموضوع في تقرير تحت عنوان البنك المركزي الأوروبي يحذر دول اليورو من العملات المشفرة. وأشارت الصحيفة إلى أن دعوة البنك المركزي بضرورة تنسيق القوانين قبل دخول القواعد الجديدة بشأن عمليات نقل الأصول المشفرة على مستوى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ يسلط الضوء على صعوبات بشأن تنفيذ عملية إشراف فعالة على قطاع العملات المشفرة سريع التطور. وأوضحت الصحيفة أن البنك الأوروبي يشعر بالقلق إزاء إمكانية حدوث فوضى بعد سريان هذه القوانين في حالة عدم التنسيق، وسط تحذيرات الخبراء من إمكانية استخدام العملات المشفرة في وسائل غير مشروعة. أوضحت الصحيفة أن وجود اختلافات في أنظمة دول التكتل حول العملات المشفرة قد يخلق حالة من عدم تكافؤ الفرص، وهو ما يستوجب أن تضمن المبادئ الداخلية لنقل الأصول المشفرة التفويض السلس ومنح التراخيص الخاصة بالمصارف للمشاركة في مجال العملات المشفرة. أشارت فاينانشال تايمز إلى أن تحذيرات البنك الأوروبي قد تواجه معارضة من الدول التي ترغب في المضي قدما في تنظيم العملات المشفرة بمفردها، حيث أن التنسيق الأوروبي قد يستغرق الكثير من الوقت، ما يؤخر دخولها إلى عالم العملات المشفرة. إلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.